السلام عليكم. بدي الحزب الحمار بحزب الفيل، بدل الخطاب السياسي، بدل القميجة، بدل الناس اللي على المنصة والوجوه. ممكن نبدلوها؟ أبدا. الانتخابات الجزئية في الدريوش عنوان رئيسي للميوعة السياسية. الشارع الدريوشي الحر يقول بلسان الحال: المستشفى معاق، النواة الجامعية في خبر كان، البنية التحتية متهالكة ومفقودة، الاستثمار وفرص الشغل للشباب معدومة، الاقتصاد هش، الوجوه السياسية المتقدمة للانتخابات الجزئية هي نفسها. مشكلة مغارة يتماسو يتما يعزن دي تطاحن جنجر البيادق السياسية إديوسين زي المركزية باش تخدمت أجندات الأحزاب ذي الدريوش. الانتخابات الجزئية ذي الدريوش كانت طوندونس على المستوى الوطني ورقم قياسي جديد. مترشحون يبدلون الألوان زي باريس سان جيرمان غاميامي بام. مرشح كهل بلغ من الكبار عتية ومازال طامح. مرشح احتفل قبل الانتخابات بالمعبر الحدودي الوهمي مع مليليا على طريقة بدر هاري. كل هذا في الدريوش، والإشكال هو أنه الاستحمار ديال بعض السماصرة والبيادقة اللي كيستغلوهم في الانتخابات. هذا وراء، وأنا علم على علم بأنه ذي الدريوش مازال ديني أمهات يلدن الرجال، مازال ديني فاروان الدريوش ذو كفاءات علمية عالية جدا على المستوى الوطني وليس فقط الجهوي أو الإقليمي. ما أحوجنا إليهم، ولكن العملية الديمقراطية لابد خصها وخرق، وبالتالي ثلاثة المرشحين غانغوها. وأظن هناك احتمال لجولة رابعة أخرى. نسأل الله أن يولي أمورنا خيارها ويجعل كيد الكائدين في نحورهم لأجل الدريوش وقبيلة الدريوش وقاسم المسؤولين على مستوى المجالس الإقليمية الإقليمي أو الجماعي للجماعات مارة راعي من المصلحة العامة عافاكم وخدمت الإقليم، لأنه حشومة يتمثل غيجان خارج الوطن، غيجان ديال الغربة، يكسن أصميد للدول الأوروبية مرة، يتنجد العملة نيخدو فيز، يتحذجن يتمثل غدي الدريوش
ونهني جد المعيلين نهني قدم ماسن البديل عذر ماسن الإقليم الوذواري غيني.